عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي، فسأل الله خيرا إلا أعطاه. واتل الرجي هيني دا كاج ميريكي تيدايا هيج مسلمان اغنيان زي تيدا بكاتو لخوا بپارتوا إلا خواي جورا بيدا بخشيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. رب هب لي من الصالحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب انصرني على القوم المفسدين. رب انصرني على القوم المفسدين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. رب نجني من القوم الظالمين.